محتارة يا رب ومش عارفة أعمل إيه. والله ما أنا عارفة أعمل إيه خالص، مش عارفة هو بخيل ولا كويس ولا إيه. أنا جوعت، ما كنت جايبة سندوتش ليه؟ ما راح فين؟ فين السندوتش؟ اتسرق ولا إيه؟ خلاص هاكل بطيخ. مسكر وفين؟ كل ما افتكر وسج نفسي. اعمل ايه؟ لازم يبقى في حل، لازم. انا لازم افكر واتعب نفسي شوية. مع ان انا عارفة ان التفكير بيتعبني، بس مش مشكلة، أفكر، لازم أفكر. بطيخة حلوة أوي. جبتها. أنا لازم أروح للشيخ زعتر وأخليه يعمل لي حجاب وأربطه، خليه أول ما يبقى معاه فلوس يديها لي. أنا لسه أقعد أفكر وأقول يديني فلوس؟ لأ. لازم اروح للشيخ زعفر، هو اللي هيجيب لي الخلاصه، هو اللي هيجيب لي الخلاصه كلها. فين بقى السندوتش بتاعي كده؟ انا نفسي اتفتحت على الاكل. اكل بقى. هي عايزه تروح للشيخ زعفر يعمل لنا عمل بقى كده يا ميرفت؟ دي اخر حب ليكي؟ ماشي، انا هعرفك. انت ليكي في السكك دي؟ ماشي يا ميرفت، انا هوريكي ايام اسود من قرن الخروب. قالي عليا، قال عليا يا ميرفت، انا هوريكي مين هو الشيخ زعتر ده على اصول. لما لعبتك على الشناكب ما بقاش انا. يلا. زعتر، اخيرا لقيتك يا شيخ زعتر، دوختني عليك السبع بكرات. هاي كل ما اروح مكان هاي ما لقيتش فيه. شيخ زعتر ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ عامل ايه؟ هاي الحقني يا شيخ زعتر، الحقني. مين؟ انجدني. الصوت ده مش غريب عليا، انا عارف انت ميرفت. عارفني منين؟ انت ميرفت بنت الحاج عثمان، صح؟ بص لي يا شيخ زعتر، انا عارف وشي ما بيتكشفش على حريم. حريم؟ انا من دور عيال. عاوز ايه يا ميرفت؟ جايالي في خير ولا في شر؟ ابص ايدك يا شيخ زعتر، انجدني من اللي انا فيه. عايزك تعمل لي حجاب قد كده وبس. حجاب. خطيبي مدوخني وبخيل جلد، منشفها عليا خالص. منشفها عليا. مش انت خطيبه اسامه؟ من اللي عرفك؟ انا الشيخ زعتر، مفيش حاجه بتخفى عليا. ده طلع مبروك. عمري ما في حاجه تخفى عليا ابدا. يبقى يعمل لي حجاب. والنبي يا شيخ زعتر، ابص ايد تعمل لي حجاب. انا عايزه حجاب ان شاء الله تعمل لي. قولي لي بس عمل على رجلي فرخه حتى. قولي لي بس مشكلتك ايه؟ ايه مشكلتك معاه؟ بخيل جلد. جلد انت مش عارف هو بخيل كده اهو. بس اللي اعرفه يا بنت ان عيلتكم ايه اللي كلها بخله. احنا لا مش احنا. لا مسمعين يعني؟ مش احنا. لا يا شيخ زعتر، مش احنا. كنا زمان. دلوقتي لا. هو منشف عليا، ما بيدينيش فلوس ولا بيجيب لي هدايا ولا بيفسحني ولا بيخرجني. انا عايزه حجاب صغنن قد كده. وريني وشك. ما بيتكشفش على حريم. وشي ما بيتكشفش على حريم. طب انا عايزه حجاب صغير بس يا شيخ زعتر. حجاب
امشي بيه امور. حاضر هعمل لك. عايز يطلع الفلوس منه لنفسه كده ما يدوخنيش ولا يذلني. انا هعمل لك الحجاب اللي انت عاوزاه بس اتقالي بس عليا. انت عاوزه حجاب دلوقتي من هو يجي يديلك الفلوس؟ ايوه انا عايزه حجاب ان هو يديني فلوس. عاوزه ايه تاني؟ عاوزه يسمع كلامي بقى ويفسحني ويجيب لي هدايا. ايه كمان؟ ابص ايدك يا شيخ زعتر ساعدني. ما انت مساعد اصحابي كلهم وحبايبنا كلهم. هتيجي عليا انا وتقف يعني؟ يعني انت عايزه حجاب دلوقتي يديلك فيه الفلوس بتاعتك؟ عايزه يديني الفلوس ويفسحني ويخرجني ويجيب لي اكل بقى. ويجيب لي اكل كتير. اكل كتير. وعايزه حجاب تاني لايه؟ لايه ايه؟ ما تركز معايا. ومش عايزه حجاب تاني يديكي فيه بالجزمه؟ ده انا بخيل. انا الشيخ زعتر ده انا بخيل. روحي تعملي لي عمل وتعملي لي حجاب. إيه يا نهار اسود. مش قصدي عليك. يا نهار اسود. ايه حصلت لي كده؟ انا عايزه بس. عاوزه ايه قول؟ انا عايزه بس احنا نبقى كويسين مع بعض. مش حاجه. ما كانش العشاء فيك يا امير. انت فاهم غلط. انا الحمد لله ان انا قفشتك. انا براقبك. لا لا استنى. انا مش قصدي. امال انت قصدك ايه؟ قصدي ان احنا نفضل نحب بعض طول العمر. ده اللي انا قصدي عليه. ماشي يا اختي ماشي. قومي نجري روحها. قومي نجري روحها على بيتكم. قومي.